قال صاحب عرباني ايه ها وحده وجرب رقبتي هايني زين هوايه لا ضج ما عندي هوايه جو اعلامي ما اقدر بسوي باسمهم هذا رقم اخابر عليهم مقفل ممنوع تخابر اول اعلاميين ما يعني على شنو غرفهم شنو مشكلتك هي على الرعايه يعني باوع حتى انا ما اكذب عليك ايه؟ انا لا اعطيك رقم لا لا بعد ما اخذ رقم لا 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 رجع من عندي بعد اي اسم الصدق مو انت ايش قلت ايه ايه انت حكيت فيايه اي اي صح صح انت لا, لا, لا 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 اول مره اول مره اول مره يلتقي بك الرعايه لا اوصل لها ولا اريد اشوفها لان ايه؟ اعرف الناس متاذى من موضوع الرعايه ايه؟ اللي صار له سنتين واللي صار له اربع سنين واللي صار له اشهر ما يطلع اسمه اسم غيره يطلع واسمه ما يطلع يعني قالوا لي روحي الرعايه رحت قال لي اسمك موجود اخبر عليه ثاني يوم مقفل ورا ثلاث ايام ضحكك طلع علي جاهل صغير ايه؟ قلت له انت مو طلعت الرقم بشورجه قال لا عم ابوي طلع بالعماله اخر شيء نزلت الرقم وشقيته هذا رقم من اعطاك اياه؟ والله ما ادري هو اعلاميين يعني اخر شيء شقيت الرقم قعدت قال لي اسمك بالرعايه ورحت مرتي للرعايه وما ادري شنو وماكو حل زين يا سلام انت قدمت ما قدمت يعني بس اخذوا اسمي من اخذ اسمه؟ والله ما اعرف حجي اي هو اعلاميين يعني ما اعرف اسمهم يعني شنو جاك واحد قال لك انا من الاعلاميه حطلع لك رعايه اي ليش هو شنو وزير يطلع لك رعايه؟ هذا تفاجئت يوصل صوتك يوصل صوتك يقدر يتصل يتصل رحم الله والديك رحم الله والديك اخي ايش قال هالرقم؟ وخابرت علي مقفل مرتين ثلاثه اخي ايش بيزعج قلت الرقم ولا خابرت بعد بس على موضوع اقول لك يعني شلون صدق ماكو بعد مع احتراماتي لك يا مرتي ثلاثة خذوا رقم شنو المشكلة ما تعرف؟ أول شيء المفروض الرعاية تتقدم عليها الكترونية. إي إي. هاي أول شغلة. إي. وأي واحد يجيك. إي. يقول لك أنا أطلع لك رعاية بس وبوقت الانتخابات. ألف رحمة عليك. صح لو لا؟ إي صح. هاي الناس كلها تعرف. صحيح إي. بس وبوقت الانتخابات. صحيح. الرعاية راح تقدم عليك. ماشي؟ يعني هي المشكلة. ماكو غيرها. ما أريد أكذب عليك. لا لا حشاك مو على هاي. بس الصدق حلو يعني أنت زعمي عندي أكثر قام يكذبون علي هذا رقم هذا رقم. وخابره مقفل خابر مقفل نزلت شقيته وانا جاوبتك باللي تريده رحم الله والديك حياتي. انا اشكرك يا هلا بس امنا مو بس علي باو يعني الناس اللي باو على العالم هاي هم العالم تعبت زين رحم الله والديك ممنون منك حياك الله حياك الله مشاهدينا الكرام احنا اليوم ما نتبنى قضيه انا اليوم انزل للشارع بخدمه هاي الناس انه انزل انقل معاناتهم انقل المشاكل الموجوده اللي عنده مشكله باي دائرة بأي وزارة إذا كانت بالصحة وإذا كانت بتقاعد إحنا اللي نقدر نتصل بهم نتصل حل هسه مثل ما شفتوا إنه مرة كانت كبيرة بالسن حلينا مشكلتها كانت محتاجة العلاج وما عندها الإمكانية وتواصلنا ويا الدكتور سيف مدير إعلام وزير الصحة وقالها خلص دز لي رقم وراح توصل لها سيارة للبيت يجيبوها ويعالجوها والمرة هنا أنا عندها موضوع بالتقاعد العامة واتصلنا بالتقاعد العامة وقالوا خلي لا أحد تجي ونستقبلها واللي تريده نشوف شنو موضوعها ونحللها اياه. فأنا دائما أقول أنت اليوم من عندك مشكلة أو عندك شغلة يم وزارة أو متأذي بدائرة أو بأي مكان سولفها. ماكو أي مشكلة. لكن أنا اليوم يجيك واحد يقول لك أنا أطلع لك رعاية أنا أعينك أعطيني هالقد لا ينضحك عليكم. لا ينضحك عليكم. انت ما جاب فلوسك بايقها وراح تعطيها، انت جابها بتعب. مو يجيك واحد يقول لك انا عينك بوزاره فلان وبدائره فلان. لا. خلي شغله في بالك اذا ما يجيب لك امر اداري ووزاري وتداوم اول شهر وتاخذ راتب هذاك الوقت اذا تريد تعطي فلوس، هيبقى الموضوع يمك خاص بيك انت. فلا ينضحك عليكم، ولو هو الشعب العراقي تعب هالقد ما تعب قام يريد وظيفة يريد تعيين يريد أي شيء ملوا من هذا الموضوع تعبوا